مثلا خاصة نعرفوا بأنه الأورام الحامضة فيها شي وحدين اللي ما عمرهم ما غيتطوروا لنا السرطان. فوالا هذا هو السؤال اللي كان غيكون، واش هاد الأورام الحامضة كتقدر ترجع سرطانية؟ يعني واش من الضروري أنها تكون كذلك عندها متابعة وتشخيص بالنسبة واخا أنها ما تكونش عادة سرطانية خبيثة؟ ألوغ الأورام الحامضة باش كتعرف قلنا هي نمو غير طبيعي لخلايا طبيعية. وهي الفرق بينها وبين السرطان هي أنها ما كتنتقلش من ذاك العضو اللي هي نمات فيه. مثلا الشامات غادي تبقى في الموضع ديالها. مثلا كتلة ديال أدينوفيبروم ديال حميدة ديال التادي غادي تبقى في الموضع ديالها. ما عمرنا ما غنهضروا على بأنها غادي ترسل الخلايا أو لا ليميتاستا. دونك النمو ديالها كيبقى محتم في هذاك العضو اللي تطورت فيه. ألوغ هذا الورم الحميد. ولكن كاين بعض الأورام الحميدة اللي خاصها المتابعة والمراقبة. مثلا الشامات لأنها تقدر تطور السرطان. مثلا ليزادينوفيبروم لأنه في بعض الحالات هذوك الخلايا اللي قلنا طبيعية كتنمو بشكل غير طبيعي كيولي النمو ديالها عشوائي وكتحول هذوك الخلايا إذن كتولي خلايا سرطانية. بالتالي مثلا في المصران في المعي الغليظ عندنا ليزادينوم أو لا ليبوليب. بزاف الناس كنقولوا راه عندهم ليبوليب في المصران. هذوك ليبوليب راهم أورام حميدة ولكن كيتحتم علينا نحيدوهم نزولوهم. علاش؟ لأنهم عندهم خطورة أنهم يتطوروا لسرطان. دونك الأورام كلها الحميدة ماشي كلها كتطور، ولكن بعض الحالات كيخصها واحد المراقبة ريغولييغ كتكون مرة في الشهر أو مرة في العام على حسب العضو اللي كانت فيه، لأنه كاين خطورة احتمال أنها تطور. دونك غير كنشوفوها تغيرات الملامح ديالها كيخصها تحيد باش ما نخليوش لها المجال أنها تطور لسرطان.